أيوة يا سلام فاميليا، هل تعلمون ماذا فعلت اليوم؟ لقد صبحت مجبدا وما مشيت للخدمة. فاميليا هل تعلمون ماذا فعلت اليوم؟ لقد جففت الأرض وخسرت الصحون. هل تعلمون ماذا فعلت اليوم؟ ساعدت جدتي وهزيتها في الدروش. صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا بيان وتكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال وتكونوا مضخمين مجلجين، طاحت عليكم الشا ونتمنى تكون طاح عليكم البرد واي حاجه تربي مزيانه فيها خير. نتمنى تكونوا مزيان ومرحبا بكم في هذا الفلوق، في هذا الفيديو الجديد اللي ما عرفتش في عادي يمشي. انا اليوم صبحت ما خدامش بلاتي هيدا حسين كاين ولا ما كايناش؟ قلت لكم اليوم انا فرحان بزاف. يس علاش انا فرحان بزاف؟ حيت اليوم ما خدمتش، اليوم بيطار، اليوم صبحت جالس في الدار. ثلاث ايام معي بعد علاش انا كنكذب؟ سبع ايام ديال الخدمه، السيام ديال الخدمه وتباره والغابره، كلينا الغابره وكلينا اي حاجه فيها مضره للانسان راه كليت هاد الايام. بس كليت اللوح، كليت المسامر، دخلوا لي في يدي انواع العذاب جربتهم في هاد الخدمه هادي. بيرو ما علينا، ماشي مشكل. اليوم صباح صراحه سالينا الخدمه، قال لك اسيدي صافي سالات الخدمه، تيجي معلم تقبص عاد نمشي نتقبص مع دابا كنتسنى معلم القبص يجي باش نمشيو نعاونوه بالحق. عاد نتاح اليوم وغدا، فهمتوني ياك؟ بوينو في هذا الفيديو هذا جينا نهضروا على الوراق في برجيكا. بزاف ديال الناس هضروا على الوراق، بزاف ديال الناس عندهم كانال في اليوتيوب هضروا على هاد القضيه هادي. قال لك بلجيكا عاد تفتح، بلجيكا ما عاد تفتحش، بلجيكا بحال والو تفتح، كاين جمعيات هضروا ودخلوا في هاد الشيء هذا. جينا نوضحوا لكم هاد الشيء هذا، بما انني انا عايش في بلجيكا يحق لي ان اتكلم في هذا الموضوع لانني اعرف اصدقائي يفهمون في القانون البلبلاتي. هولو شي كرسي زعما هكذا جلسوا قادوا الكاميرا. القضيه ديال واش عاد يفتحوا الوراق هنايا في بلجيكا اولا ما عاد يفتحوش في هذه الساعه حاليا باقي ما هضروش عليها مره. اللي هضر على هذه القضيه هما جمعيات، كاينين بزاف ديال الجمعيات هنايا ماشي في انتوربن، يعني نهضروا على بلجيكا كامله، كاين بزاف ديال الجمعيات هضروا على هذه القضيه ودفعوا الملف ديالهم يعني كطلب دفعوه باش زعما يشوفوا واش يفتحوا الوراق اولا لا. من بعد ناض واحد المشكل، شنو هو هذا المشكل هذا؟ ناضوا الناس كيعملوا مظاهرات، يعني مظاهرات سلميه، الناس كتخرج تهضر ويا انا بغينا الوراق طان 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 داكشي ديالهم. ناضوا الناس قدامين ديال 2008 2009 اللي هما قدامين هما هنايا في بلجيكا، قال لك لا سيدي حنا اللي عندنا الحق في الوراق حيت حنا قدامين 2010 وحنا هنايا. الناس اللي جاوا جدادي بحالي انا مثلا اللي يلاه جا هادي في 2018 و2019 ولا 2020، قال لك اسيدي نتوما ما عندكمش الحق الدفع. هادو الناس مع بعضهم، هادو جمعيات، يعني الدوله باقي ما قالت والو، يعني على الجمعيات كيقول لك لا تيسبقونا حنايا عاد نشوفوا القضيه ديالكم نتوما اللي يلاه جيتوا باقيين جدادين معنا بلجيكا. بقاو كيعملوا مظاهرات ويخرجوا ويهضروا ويدفعوا دفعوا ملفات، والدوله قبلت الملفات ديالهم وكتدرسوا، بالحق باقي ما قالوا والو. انا تواصلت مع واحد السيده اللي حتى هي من ضمن هاد الناس ديال الجمعيه، هي خدامه معاهم عضوها في هاد الجمعيه هادي. تواصلت معها وشرحت لي كلشي، قالت لي شنو واشني كاين، وقالت لي باللي صافي راهم اتحدوا الناس قدامين معنا جدادين باش يدفعوا ملف واحد لبلجيكا باش بلجيكا تدرس الموضوع وتشوف واش يقدروا يفتحوا الوراق ولا ما يفتحوش. انا كنظن ما يفتحوا شي الوراق. شوف القضيه ديال 2009 ولا 2018 ولا 2019 ولا صافي دابا غيتسمو مع بعضهم كاملين. هنيا عليكم هيدا من بعد حنا كنعملوا لا روح لقات بالبالة كما قالت لكم هاد البنت هادي. هاد القضية هادي ديال الناس 2009 2008 والناس جدادين، هاد القضية هادي خلقات بالبالة. كلشي ناض كيهضر قال لك علاش خصنا نعدلوهم مع بعضنا، علاش انتوما الوالا وحنا الخارا. وهي فعلا الناس ديال قدامنا يعني هما خصهم يكونوا من الأوائل حيت السفرة وتعدوا بزاف. راه من 2009 دابا راه ماشي سهلة تعيش هنا في بلجيكا بلا أوراق. صراحة أنا معاكم في هاد الهضرة هادي معاكم، ولكن حتى حنايا خصنا الأوراق الخاوتي، حنا ياخذنا الوراق القهوه ديالي. عكس من حتى راه انا واحد اليوم عاود على هذا الشيء هذا، يعني غنحاول نتضامنوا كاملين كينا. الله يضمنكم مع بعضكم، قولوا امين. يعني سوا كيما سمعتوا هاد السيده كنتواصل معاها مره وكتقول لي اي جديد على الوراق ولا شي حاجه، يعني اي جديد سمعوه هما كيقولوا واهلي. ولكن في هذه الساعه اللي بغيت نوصل لكم هو باقي ما كاين والو في بلجيكا. في بلجيكا باقا ما قررتش واش تفتح الوراق ولا ما عاد تفتحش الوراق.
الله اعلم. هذا هو المشكل اللي كاين دابا في بلجيكا بين جمعيات، يعني جمعيات ما متفاهمينش مع بعضيتهم. بالحق دابا راهم اتحدوا مع بعضيتهم وان شاء الله غادي يدفعوا ملف واحد، وكنتمنى من الله يفتحوا الاوراق. بوينو انا دابا سوف اتحرك، يعني ما خصنيش نبقى في الدار، خصني نخرج فين نمشي ما عرفتش فين نمشي. مشي شي دوره عند صاحبي بوبكر، امشي عند بوبكر نتغدى معاه تما يا واقيلا. شنو نظهر ليكم؟ شو عند بوبكر؟ بوكر تسيطواني معنا اليوم. هيا بينا دابا غادي نبدل عليا ونشوف شنو نعمل. نلبس سبرطيلة نمشي بحالي. واش دابا الحوايج عملناهم يتصبروا، واش وجدوا ولا ما وجدوش؟ مازال 18 دقيقة، يعني خصنا نتسناو 18 دقيقة باش نشرو عاد نمشي بحالي. أصغر سنسور في العالم عمر الطاج. هلو أصبح مو رجعوا رجعوا خصنا نرجع. لقد نسيت الكمامة، يعني الكمامة ممنوع تطلع في الطرام ولا في الرنفي ولا في الترين ولا في الزنقية، ولكن أنا خصني شبر طرام، يعني خصني دوري الكمامة باش نغطي الجهات. خرجنا من الدار وكنتسناو الطرام دابا اربعه اللي عيدينا. الله على الصعيده، الله على الزباله. عشبرو الطرام اربعه اللي عيدينا ابدل ستراس، ابدل ستراس ما قدام صاحبي عادي مشينا عنده نشوفه ونجلس معاه شي حاجه ونريح معاه شي حاجه. ابدل ستراس واحد الحومه ديال المغاربه اللي فيها ريستورانتيس، وصاحبي قدام تمايا عادي نمشيو نجلسو معاه ندوزو معاه هاد العشويه اللي تما ما عارفش فيها غادي نمشي. والطرام هو جا خصنا نتعرضوش. What is money? Better be pursuing. Better than sell a road day in a turkey. What is money? Better be pursuing. What is money? Be pursuing. Bang bang, sama gang gang, di penjaraan dan hari bang gang. Kayu mabuk bersepai sama. Bang bang, begini lebih tinggi sama. Gang gang, mahal kunci tu pun nama semai. Tidak dengan biji peredas kemai. Apa diskarte? دابا وصلنا للبلاصه اللي عم بدلو فيها الطرام. ملي كنشبر طرام اربعه كتساري بيا العالم. بالحق الا نزلت هنايا وشبرت نمره اخرى كنوصل دغيا. ابدل ستراد جات بجهه ديال الهوبوكن، يعني الطرام كيضرب دوره كبيره باش يديني تما، وانا كنختصر كنعمل لهم الشغل ديال الغمق فهمتي، كنغمق عليه. دابا كنتسنى الطرام 10 باش باش يديني ابدل ستراد، غنمشي تما نشوف صاحبي، من تما عادي نمشي نشوف واحد صاحبي اخر. فين ما كان شي صاحبي عادي نمشي نشوف. صافي عاد نمشيو نتغداو مع بكر ان شاء الله تما، من تما غنطلعوا الليل عند عمو عمو. ومرحبا بكم معنا في ابدل ستراد. انا جيت من الريف، دابا انا بحال لي انا في الريف، مي كتجينا هاد الزنقه هادي، يعني العربيه والريفيه والتركيه وداك الشيء مخلط عندهم. يا سالف كتجينا هنا كتحس براسك في البلاد. دابا خصنا نشوفوا بكر فينو. بكر عرضني من ريستورانت ديالو اليوم. اسبن ديالي غير خدام صاحبي. قال لي عبد الضحك انا، قلت له بكر عنجي، قال لي مرحبا بك الريستورانت ديالي. انا جاب الله ديالك عليها، قلت له لك صافي. اي والله هاد الحي هذا شنو اسمه هذا؟ هذا الشارع ابدل ستراد هذا. شوف عمر اليوم عرضته عندي. السلام عليكم، كل معايا انا بدير خدام. تغديتي تينا؟ انا تغديت، ولكن تينا تغدى بوحدك. يا سلام، بكر عرضنا اليوم عند ربو. انا ما جيتش نشوف بكر، جيت نضرب جيت نضرب الحوس ان شاء الله نقيسوا الحوس ديال بكر واش واعر ولا ماشي واعر في هذه الزنقه ديال عبد الصلاح. فين هو؟ انا كنبدا مع 11 الصباح كنسالي حتى مع 10، يعني ما غنتشوفوش، يعني انا نقدر نطلع الليل انا عند محمد فهمتي. ايوا مره اخرى ان شاء الله. هنا غير المغاربه كيقولوا هذو حومق. لا اصلا حنا حومق. وحنا حومق بنادم حاقه. دابا جاني الجوع، نمشي نتهلا فينا بكره. شتينا فيك شي جوع خايب؟ لا كليتها. كليتي. مرحبا بك اخي عمر. فيها الريح اخاوه، فيها الريح، فيها الريح. هنايا انا غنجي دابا غنجي نطيب لك الماكله. بكر عرضنا هنايا، شكرا بزاف والله العظيم، زعما ضيفنا وتهلا فينا. جينا نضربوا الحوش في هاد البلاصه في خدام هو ماشي الريستورانت ديالو. كيعجبني نضحك انا، كنهدي كنقول له يلاه جيتي دبرتي على راسك اخي بكر. يا سلام وين الريستورانت خاوي شي حاجه كاين كليير. وانا طلعت لهنايا
ما كاين حتى شي واحد هنا غير انا ارا خاو الصبه ديال الحوت هذه يا سلام يا سلام يا الله يعزك اخاو شلاضه وكذا راك عارف بيبا بوك هادشي واعر بزاف عندهم انا ضربت دابا الصبه ديال الحوت كلش باس نستناو دابا السمك المقلي طلعوا لنا بكري ونبداو الشوط الثاني يا سلام يا سلام هذيك فانطاز الليمون كنت في الدار كنخشوا عند طيب شنو عند طيب ويعيط لي بوكر قال لي مرحبا بك عندي في الريستورانت ديالي قال لي نعرض عليك تغدى قلت له انا ماشي اخا وكما كتشوفوا عندنا بلاطو ديال الحوت وحاجنا محمد عباد الله الحمد لله خويا بوبكر الله يتشوف عليك الله يعطيك اخي بوبكر ما كتمنى يعطيك شي محل بحال هذا بوينو فاميليا انا كليس دابا وشبعت ما قدرتش نكمل هذا الشيء هذا خليت واحد شويه هنايا دابا عيطنا بوبكر قلت له خويا انا غنتحرك غادي نمشي في حالي خصني نشبر الطريق للير يعني نشبر الطوبيس في الطوبيس في الترام الروينه وسلام باش نوصل عند محمد نريح مع محمد شي ساعه تما كانا باش نجيب ديك العشره هيدا عشره نمشي للدار ان شاء الله وغدا خدامين غدا نرجعو نخدمو ان شاء الله ما نبقاوش جالسين في الدار هادشي اللي كاين ايه والله مرحبا بكم معنا في المحل ديال بوكر يا رب صافي الهاتف في بيناتنا الله يحفظك تهلا لي في راسك شوفو في What is money? Para papers only. Pera-pera lang, kasama ang aking homies. What is money? Para papers only. Billionaire gangs, the hottest in the city. What is money? Para papers only. Veteran. Atram beji, ane Belgica tseri, an surpen tseri, saf shara khab. Aid mentsenif. Atram beli kaydus ka khasak daruri tskus. Ane kentsera an surpen kisfhab. انتوربنت ساريتها في الصشهر عرفتها كامله وتلفت فيها كامله ولكن باش نمشي على رجلي لا كنعرف نمشي عا في الطرامات حتى كنبغي نمشي على رجلي كنبقى تابع السكه ديال الطرام نقول له 7 ديال الدقائق عادي يجي باش من تما نمشي ستاسيون برخم من ستاسيون برخم عاد نشبر الطوبيس اللي راه يا سلام الحياه ملي كنجي لهاد البويبلو هذا كنرتاح علاش حيت خاوي وفيه الناس شويه كتجبر واحد هنا واحد هنا واحد هنا وكاين الويدان عندهم هنايا بزاف زعما الصراحه كنرتاح لهاد البلاصه هادي اسمها لير في ساكن صاحبي محمد شحال والو شي نهار عاجين نكون هنا في يوم من الايام سوف اسكن في هذه الحومات الجميلات حيت عرفتي كان الحياه كتحس براسك في اوروبا يا اخي الواد هنا يا الواد بوينو دابا نتحركو نمشيو نفرعو الباب على محمد ولا لا 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 بغيت نتزوج فاطمة محمد محمد افتحها محمد ديما كتشد عليا الباب محمد خرجتو من الدار جبدتو من الدار فهمتي جبت بغيت تسوق تقول لا اخي ساري السلام عليكم توحشناك محمد المهم جبدنا محمد من الدار دابا وخرجنا نتسارى وانا قلت محمد الا شوفوا لير انا قلت له غنجي نسكن هنايا في لير ان شاء الله قال محمد رجعوا جيران ان شاء الله خير جيران محمد عندك بطاطا مطيشه اخي محمد اي والله خرجنا نتسارى شويه هنايا من بعد عاود نمشي في حالي كنجي مع العشره باش غدا ان شاء الله نمشي للدار كنعس باش كنوض في الصباح نمشي نخدموا على ولاد سير سير داه سير 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 دا سير سير دا صافي اخي محمد حباب يا ربي جينا نضرنا هنا يا محمد خلي شوف وليداتو وانا عادي نمشي في حالي للدار الخاوي اي والله تهودنا مع محمد وتارينا شويش دابا الخدمه دابا غدا الخدمه غدا وبعدو 3 ايام الخدمه اليوم ما بغيتش نمشي بالحق ديالي سمير ودمير وتمر مراه في بلجيكا بلجيكا فيها عتمه يا اخي بيرو بلجيكا هنايا حاجه اللي خايبه 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 هما ما يفكروش يفتحوا الوراق وما كنظنش غادي يفتحوا الوراق كنتمنى يفتحوا الوراق باش انا نستافد وندفع الوريقات بالحق الخاوه ديالي والو حق تعيش تعيش هنايا تعيش تخدم وتاكل وتشرب وتخلص كرا ديالك تعيش بالحق الوراق هما اللي صعابين هنايا في هاد بلجيكا هادي اي والله
قربنا باش نمشيو فحالنا دابا عادي نقول لكم اديوس فاميليا، نتلاقاو في فلوك لي ماجي ان شاء الله. اللي ما نعرف فوقاش اللي ما عارفش فين عادي يكون، يقدر يكون يقدر يكون في الدار محمد مثلا، دار هشام، يقدر يكون في الخدمه مثلا. اسلوكي هاي فاميليا بوينو، خليكم على خير، نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال. انا عادي نعلق، كان معكم عمر الطنجاوي الخاوي ديالي في بلجيكا. اديوس فاميليا.